السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الأول، تفاضل طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي، وهو درس معدل التغير. كنا حلينا أسئلة اختر بالكامل، كانوا 43 سؤال شرحناهم باستفاضة كبيرة جدا جدا، قدرنا نفهم يعني إيه معدل التغير، يعني إيه التغير، يعني دالة التغير، يعني متوسط التغير، وقلت لك إزاي تفرق ما بينهم بطريقة سهلة وبسيطة، واديتك بعض الملاحظات في فيديو الحل مهمة جدا جدا وهساعدك خلال الدرس بأمر الله. هنحل النهاردة إن شاء الله الأسئلة المقالية، فيها أفكار مختلفة، فيها أفكار لذيذة، فيها تطبيق كتير جدا على فكرة الأشكال اللي هي المربع، المستطيل، الدايرة، المكعب، الكرة، حاجات كتير جدا هنبدأ نطبق عليها برضو معدل التغير بأمر الله. لو أنت أول مرة شفتني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسميه بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله. السؤال الأول بيقول لك إذا كانت دالة س عبارة عن س تربيع ناقص 3 س زائد 4، عايز دالة التغير في د عندما س بتساوي 3، ثم احسب قيمة ت نص. طيب قلنا مش مهندس، طالما عطي لي قيمة واحدة للس يبقى أنا بالنسبة لي إن دالة التغير اللي هي التاء هاء عبارة عن دالة العدد زائد الهاء، يعني دالة 3 زائد الهاء ناقص دالة العدد. قلنا طالما قيمة واحدة يا باشمهندس تمام، فدالة 3 زائد هاء تعالى نحسبها الأول لوحدها عشان يا باشمهندس ما الدنيا صعبه شويه. تمام، هشيل السين واحط 3 زائد هاء، يبقى لي 3 زائد الهاء الكل تربيع ناقص 3 في 3 زائد الهاء، وفي الاخير يا باشمهندس عباره عن موجب 4. تمام، الاول تربيع في 3 تربيع ب 9، 2 في الاول في الثاني يبقى 6 هاء، والاخير تربيع يبقى ايه تربيع، سالب 3 في 3 بسالب 9، سالب 3 في هاء بسالب 3 هاء، وفي الاخير هنا موجب 4. اللي هي تربيع ما فيش الا هي، انقلها 6 هاء وسالب 3 هاء، يبقوا الاثنين دول مع بعض عبارة عن 3 هاء. التسعة هتروح مع السالب 9 فيفضل هنا ايه موجب 4. يبقى انا وصلت للشكل ده يا باشمهندس. تمام، هبدأ اجيب دالة التلاتة، فدالة التلاتة هتبقى عبارة عن 3 تربيع ب 9 ناقص 3 في 3 اللي هي 9 زائد ال 4، دي هتروح مع دي ب 4. يبقى اذا دالة التغير اللي هي التاء هاء عبارة عن الدالة دي اللي هي تربيع زائد 3 هاء موجب 4 ناقص دالة التلاتة اللي هي سالب 4، دي هتروح مع دي، يعني هي عبارة عن ه تربيع موجب 3 هاء، يبقى هي دي دالة التغير بتاعتنا. تمام، عايز بعد كده يا باشمهندس ت نص. ماشي مفيش مشكلة، الت النص يعني هشيل الهاء وأعوض مكانها نص، يبقى دي عبارة عن نص تربيع زائد 3 في نص. نص تربيع عبارة عن ربع، 3 في نص اللي هي 3 على 2 1 ونص، واحد ونص وربع يعني 1.75%، يعني بالنسبة لي إن قيمة التغير لما الهاء بنص عبارة عن 1.75%. بيقول لي مقدار التغير، قلنا هي دالة التغير في دالة س عندما تتغير س من 2 إلى 2 و4. قلنا لما بدي لي قيمتين يا باشمهندس يبقى دالة التغير أو مقدار التغير اللي هو التاء هاء عبارة عن دالة التاني اللي هو دالة 2 و4 ناقص دالة الأول اللي هو دالة الاتنين. طيب يبقى دي العلاقة اللي أنا هعوض فيها يا باشمهندس. تمام، يبقى 2 و4 الكل تربيع ناقص 3 مضروبة في 2 و4 زائد 4، خلي بالك دي كده عبارة عن دالة الاتنين والأربعة بس. تمام، ناقص دالة الاتنين، يلا هيبقى 2 تربيع ب4 ناقص 3 في 2 بسالب 6، وهنا موجب 4. خلاص، طيب سيب دي كده هنحسبها بالآلة الحاسبة كلها، وممكن تعملها كلها على الآلة يعني. خلاص، بسم الله، 2 و4 الكل تربيع ناقص 3 في 2 و4 موجب 4، فطلعت دي عبارة عن 2.56%، وهنا 4 و4 8 وسالب 6 يبقى موجب 2، وقبلها سالب يبقى سالب 2، 2.56 ناقص 2 فيفضل لك 56%، يبقى الإجابة بتاعتنا يا باشمهندس هي 56%، فيدول الإجابتين ويبقى إحنا كده كلامنا مظبوط. رقم 2 بيقول لك إذا كانت الدالة د حيث د س عبارة عن س تربيع زائد الـ 2 س ناقص الواحد، عايز التغير في د س عندما تتغير س من 2 إلى 2 و2. قلنا يا باشمهندس طالما يا باشمهندس عطي لي دالتين يبقى بكل سهوله اقدر احسب ان التغير اللي هو التاء هاء عباره عن داله الثاني اللي هو داله 2 و2 ناقص داله الاول اللي هي داله الاثنين، هعوض عن السين ب 2 و2 يبقى دي 2 و2 الكل تربيع زائد 2 مضروبه في الاثنين والاثنين ناقص الواحد ناقص داله الاثنين، فالاثنين تربيع ب 4 زائد 2 في 2 ب 4 ناقص الواحد. هبدأ أحسب دي برضو بالآلة الحاسبة لأنها إيه؟ يعني أبقى معشية 2 و2 تربيع زائد 2 مضروبة في 2 و2 ناقص الواحد، فدي طلعت معايا ب 8.24%،
طيب دي بقى كام؟ 4 و4 8 ناقص الواحد 7 وقدامها سالب يبقى سالب 7. 8 و24 ناقص دي يبقى بالنسبة لي 1 و24 من 100، يبقى فعلا أول واحدة ب1 و24 من 100. رقم 2 تتغير س من 2 إلى 1 و8. خلي بالك إن هو بيقول لك برضه تتغير س، يبقى نفس الطريقة بالظبط يا باشمهندس، مفيش أدنى مشكلة. يعني بالنسبة لي إن التاء هاء هتساوي دالة التاني، بس خلي بالك لازم تبدأ بها دايما، يعني دالة التاني اللي هو 1.8 ناقص دالة الأولاني اللي هو الاتنين، يعني دي بالنسبة لي 1.8 لكل تربيع بشيل السين، زائد 2 مضروبة في 1.8 ناقص الواحد، دي أول واحدة، ناقص دالة الاتنين إحنا لسه حاسبينها فوق أهي، اللي هي طلعت معايا 4 و4 8 ناقص الواحد اللي هي كام؟ اللي هي 7. يبقى كل المطلوب مني يا باشمهندس إن أنا هحسب بس الإيه؟ الرقم اللي تحت ده، 1.8 تربيع زائد 2 في 1.8 ناقص الواحد. طلعت معايا دي يا باشمهندس ب 5.84 ناقص السبعة. يبقى الرقم ده ناقص 7. تطلع معايا سالب 1.16 مظبوط كلامنا يا باشمهندس الحمد لله. تتغير س من 1 إلى 1 زائد الايه؟ برضه نفس الفكرة يا باشمهندس، فأنا عارف كده إن دالة التغير اللي هي الت ه تبقى دالة التاني اللي هو دالة 1 زائد الايه؟ ناقص دالة الأول اللي هو دالة الواحد، كلام جميل جدا. يلا تعالى نجيب دالة 1 زائد ه الأول، س تربيع يبقى 1 زائد ه الكل تربيع، زائد 2 في س اللي هو 1 زائد ه ناقص الواحد. فالأول تربيع بواحد، 2 في الأول في التاني 2 ه، الأخير تربيع به تربيع، 2 في 1 ب2 وهنا 2 ه وهنا سالب 1. آدي ه تربيع، آدي ه تربيع، 2 ه و2 ه يبقى موجب 4 ه. الواحد هروح مع السالب 1 فيفضل لك موجب الاتنين. هنبدأ نجيب دالة الواحد، يبقى 1 تربيع بواحد زائد 2 في 1 ب2 ناقص الواحد، فدي هقطم راحة مع دي يعني 2. يبقى بالنسبة لي إن تاء ه بقى هتساوي الدالة دي اللي هي تربيع موجب الأربعة ه موجب الاتنين ناقص دالة الواحد اللي هي ب2، دي هتروح مع دي، يبقى هتطلع معاك ه تربيع موجب 4 ه. مظبوط كلامك يا باشمهندس، يبقى لحد الواحد لحد الوقت الحمد لله احنا تمام. دي كده رقم 3. تعالى يا باشمهندس نشوف رقم 4 بتقول لك ايه. بيقول لك عايز برضه احسب التغير في س بدالة س لما س بتساوي 2 ولما الهاء بتساوي كام؟ لما الهاء بتساوي النص. طيب خلي بالك دي مهمه، انت عارف دايما ان س 2 عباره عن س الاولى زائد الهاء، دي معروفه تمام. فطبعا س الاولى ب2 والهاء هنا بنص، يعني س الثانيه عباره عن 2 زائد 2 ونص زائد نص اللي هي 2 ونص. طب برضه ما انا كده اما اجي احسب قيمه التغير اللي هو التاء هاء، يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس او قيمه التغير بقى بدل ما نكتب تاء هاء يعني مش مشكله، هيبقى داله الثاني اللي هو داله الاثنين ونص ناقص داله الاول اللي هو بالنسبه لي داله الاثنين. هي دي فكره السؤال يا باشمهندس بكل بساطه. تمام تمام يا باشمهندس. طيب يبقى داله الاثنين ونص اللي عباره عن 2 ونص تربيع زائد 2 س، يعني 2 في 2 ونص ناقص الواحد، دي داله الاثنين ونص. ودالة الاتنين احنا زهقنا منها، جبناها كتير جدا ب7، يعني جبناها في هنا وهنا وهنا، لا ما جبناش وهنا. او احسبها 2 ونص تربيع زائد 2 في ال 2 ونص ناقص الواحد، فدي طلعت معايا ب9.75 ناقص السبعه يبقى اكيد 2.75. يا رب تكون مظبوطه. بسم الله 3 وربع، لا عندنا كده خطا يا باشمهندس، المفروض دي 2 ونص الكل تربيع، ودي بالنسبة لي كام بقى؟ 2.5 كل تربيع زائد 2، لا ده انا عامل هنا زائد مش في الغلطة من هنا، بص دي في كده، فده هتطلع معايا 10 وربع، 10 وربع ناقص 7 يبقى بالنسبة لي 3 وربع، بس غلطة آلة حاسب، يبقى فعلا 3 وربع اللي هو ده، يبقى الخطوات كلها صح، هو بس التعويض. رقم 5 بيقول لك اس س بتساوي 3 ودلتا س ب2، هي الدلتا س دي مش اللي هي الهاء يا باشمهندس؟ ايوه، مش انا قلنا التغير في السينات ده بيعبر عن الهاء. طيب ما انا عارف برضو ان السين الثانيه بتساوي س الاولى زائد الهاء، فس الاولى ب3 والهاء بكام؟ ب2.2 يعني 3 و2، يبقى برضو قيمه التغير هيساوي دالة الثانيه يعني دالة 3.2 دالة 3.2 ناقص دالة الاول اللي هو دالة مين؟ دالة الثلاثه، برضو في نفس المعادله اللي احنا زهقنا منها، 3.2 كل تربيع زائد 2 في 3 و2 ناقص الواحد ناقص دالة التلاتة. يلا 3 تربيع ب9، 2 في 3 ب6 ناقص الواحد. هنبدأ نحسب الكلام ده، 3.2 تربيع زائد 2 في 3.2 ناقص الواحد،
طلعت بخمستاشر 64. 9 و6 15 ناقص الواحد 14 قدامها سالب يبقى سالب 14. 15 ناقص 14 يبقى 1 و64. يبقى إذا الإجابة بتاعتي في 1 و64 يا باشمهندس، يبقى هي دي كده التغير بتاعي. خلاص ماشي. 3 بيقول لك إذا كانت دالة س عبارة عن س تربيع زائد 3 س ناقص الواحد، عايز دالة متوسط التغير لما س بتساوي 2. كده كده هنجيب دالة التغير الأول، وطالما س بقيمة واحدة يبقى هي دالة العدد زائد الهاء ناقص دالة العدد. العدد ده اللي هو يا باشمهندس قيمة الس. فهنبدأ نجيب دالة 2 زائد الهاء الأول، فهي س تربيع يبقى 2 زائد الهاء لكل تربيع زائد 3 س، يعني 3 في ال 2 زائد الهاء ناقص الواحد. الأول تربيع ب 4، 2 في الأول في الثاني 4 هاء، الأخير تربيع ب تربيع. هنا 3 في 2 ب 6 ودي 3 فاء ب 3 هاء ناقص الواحد. فطبعا دي هاء تربيع 4 هاء و 3 هاء بموجب 7 هاء، 4 و 6 10 ناقص الواحد موجب 9. ونبدأ نجيب دالة الاثنين، ف 2 تربيع ب 4 زائد 3 في 4 ب 12 ناقص الواحد. 4 زائد 12 اللي هي 16 ناقص الواحد يبقى 15. طيب دي كده فيها خطأ ولا ايه؟ تعالى كده نشوف. المفروض ان الرقم بيطير، فهي دالة 2 زائد هاء 2 تربيع 2 في الاول في الثاني هي تربيع 3 في 2 ب 6 وادي 3 هاء. ماشي كلامك. ف 2 تربيع قلنا ب 4 و 3 في 2 ب 6 4 و 6 10 ناقص الواحد يبقى 9. طيب هنا بقى 2 تربيع ب 4 3 في 2 ب 6 4 و 6 10 ناقص الواحد يبقى 9. مظبوط كلامك كده. يبقى بالنسبة لي إن قيمة التغير أو دالة التغير عبارة عن ه تربيع موجب 7 ه موجب 9 ناقص 9، فدي هتروح مع دي فتطلع ه تربيع موجب 7 ه. يبقى أنا كده وصلت يا باشمهندس إن دي دالة التغير به تربيع زائد ال 7 ه. طيب أنا عارف بقى إن متوسط التغير اللي هو م ه عبارة عن دالة التغير الت ه مقسومة على ال ه. فطبعا هناخد من هنا ال ه هعمل مشترك فيفضل لك ه موجب 7. الكلام ده مقسوم عليه فدي هتروح مع دي فتطلع معاك ب ه زائد السبعة. يبقى متوسط التغير يا باشمهندس عبارة عن ه زائد السبعة. عايز ميم 2 من 10 يبقى دي ميم، هو شال الهاء وحط 2 من 10 يبقى دي 2 من 10 زائد السبعة يعني 7 وال 2 من 10. أو آخر واحدة بيقول لك متوسط التغير عندما تتغير س من 4.5 إلى 3. طيب أنا عارف إن متوسط التغير عبارة عن الدلتا ص على الدلتا س. الدلتا ص اللي هي دالة التاني اللي هو دالة التلاتة ناقص دالة الأول اللي هو دالة الأربعة ونص على الدلتا س اللي هو التغير التاني ناقص الأول يعني تلاتة ناقص الأربعة ونص. خلاص حلو جدا. طيب دالة التلاتة فهتعوض هنا، يلا تلاتة تربيع بتسعة زائد تلاتة في تلاتة بتسعة ناقص الواحد ناقص دالة الأربعة ونص، فدي أربعة ونص تربيع زائد تلاتة مضروبة في أربعة ونص ناقص الواحد. الكلام ده على 3 ناقص 4 ونص بسالب 1 ونص. خلاص ونبدأ نحسب الكلام ده. 9 و 9 18 ناقص 1 فدي 17 ناقص، يلا افتح قوس، 4 ونص تربيع زائد 3 مضروبة في 4 ونص ناقص الواحد، اقسم على سالب 1 ونص فتطلع 21 على 2 أو 10 ونص. خلاص يبقى أنا كده قيمة متوسط التغير يا باشمهندس بتساوي كام؟ 10 ونص. مظبوطة مظبوطة الحمد لله. ده كده يا باشمهندس السؤال التالت. بسم الله. السؤال الرابع بيقول لك عايز دالة متوسط التغير لدال حيث دال س بتساوي كذا عندما تتغير س من س واحد إلى س واحد زائد هاء، ثم أوجد متوسط التغير لدالة س بتساوي 3. طيب أنا عارف برضو إن التاء هاء عبارة عن دالة التاني اللي هو دالة س واحد زائد الهاء ناقص دالة الأول اللي هو دالة الس واحد. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب تعالى نجيب الأول دالة س واحد زائد الهاء، هشيل السين واحط مكانها سين واحد زائد هاء ادي 2، وافتح قوس، سين واحد زائد الهاء الكل تربيع ناقص 3 مضروبه في سين واحد زائد الهاء وفي الاخير موجب 4. كلام مظبوط. بص سيب الاثنين اهي وابدا فك التربيع، في الاول تربيع سين واحد تربيع، 2 في الاول في الثاني يبقى 2 سين واحد ه زائد الاخير تربيع فهو ه تربيع ناقص 3 سين واحد سالب 3 في ه بسالب 3 ه والاخير موجب 4. طيب هنضرب دي يبقى دي 2 س واحد لكل تربيع زائد 4 س واحد ه زائد 2 ه تربيع ودي سالب 3 س واحد سالب 3 ه موجب 4. خلاص ده كده الشكل اللي هو ظهر لي يا باشمهندس. تمام. بعد كده في اي اختصارات او اي تجميع؟ اعتقد مفيش. خلاص
الأرقام سين واحد، سين واحد هاء، اتنين هاء تربيع، سالب تلاتة سين واحد، سالب تلاتة هاء موجب أربعة. خلاص هنبدأ نجيب بقى دالة سين واحد. دالة سين واحد يبقى دي اتنين سين واحد الكل تربيع أول هنا، ناقص تلاتة سين واحد موجب أربعة. هبدأ أطرحهم من بعض، يبقى التاء هاء بتساوي الدالة اللي فوق اللي هي اتنين سين واحد تربيع زائد أربعة سين واحد هاء زائد اتنين ه تربيع سالب تلاتة سين واحد سالب تلاتة ه موجب أربعة. ناقص اللي تحت، أنا غير الإشارات اللي تحت، يبقى سالب اتنين سين واحد تربيع موجب تلاتة سين واحد سالب أربعة. فمبدئيا دي تقوم طايرة مع دي، وسالب تلاتة سين واحد مع موجب تلاتة سين واحد، والموجب أربعة مع السالب أربعة، يبقى هيفضل لك إيه؟ هيفضل لك هنا اتنين ه تربيع، ويفضل لك أربعة سين واحد ه، ويفضل لك سالب تلاتة ه. خلاص ده الشكل كده. طيب متوسط التغير الميم ه اللي هو بيساوي دالة التغير الت ه على اله. تعال ناخد من هنا اله، هعمل مشترك، فيفضل لك اتنين ه، وما تاخد اله هنا هيفضل أربعة سين واحد، وما تاخد اله هنا يبقى سالب تلاتة. الكلام ده مقسوم على اله، فده هتطول مع دي. يبقى متوسط التغير هو عبارة عن اتنين ه زائد أربعة سين واحد ناقص تلاتة. يبقى دي كده يا باشمهندس عبارة عن دالة التغير أو متوسط التغير بتاعك. طيب متوسط التغير للدالة عندما س بتساوي 3، الس دي اللي هي س واحد، والميم ثم احسب ميم 2 و10. طيب ده يا باشمهندس معناه ان انت هتشيل الس واحد وتحط 3، يبقى دي 2 ه زائد 4 في 3 ناقص 3. 4 في 3 ب 12، 12 ناقص 3 9، يبقى دي عباره عن 2 ه زائد 9. بس يا باشمهندس خلاص، هل في اسهل من كده؟ مفيش. ثم احسب ميم 2 من 10، يبقى ميم 2 من 10 هو شال الهاء وحط 2 من 10، يبقى دي 2 في 2 من 10 موجب 9. 9 و2 في 2 من 10 ب 4 من 10، يعني بالنسبة لي 9 و4 من 10، يبقى هي دي قيمة المسألة بتاعتي. كلام جميل. اللي بعده ده لسه نفس السؤال، بيقول لي متوسط التغير عندما تتغير س من 3.5 إلى 4. طيب دي سهل، هنكتب بس القانون الأول، إن متوسط التغير بيساوي فرق الصادات اللي هو دلتا ص على فرق السينات دلتا س. فبيساوي دالة التاني اللي هو دالة 4 ناقص دالة الأول اللي هو دالة 3.5 على الأول ناقص التاني، 4 ناقص 3.5 بكل بساطة. خلاص تمام يا باشمهندس. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ هنعوض في الدالة. تعالى بقى نكتب الدالة اللي هي كانت معانا، كانت عبارة عن، نكتبها هنا 2 س 1 2 س تربيع ناقص 3 س موجب 4. دي الدالة اللي كانت موجودة في أول السؤال عشان نعوض بيها. يبقى بالنسبة لي بص، أدي الاتنين في س تربيع يبقى 4 تربيع ناقص 3 مضروبة في الأربعة، وأدي موجب 4، اقفل عليهم دول كده دالة الأربعة، ناقص دالة التلاتة ونص يبقى 2 في 3.5 تربيع ناقص 3 مضروبة في 3.5 زائد مين؟ زائد الأربعة. الكلام ده على 2 الأربعة ناقص 3.5 يبقى نص بس. خلاص هتحسب ده كله طبعا لعبة آلة حاسبة، مفيش أكتر من كده يعني. بسم الله. بص بقى، افتح قوس كده، 2 في 4 تربيع ناقص 3 في 4 زائد 4، اقفل القوس، ناقص 2 في 3.5 تربيع ناقص 3 في 3.5 موجب 4 برضو، اقفل القوس، اضغط يساوي، فطلع لك البسط ب 6، 6 على نص يعني 6 في 2 اللي هي 12، يبقى الثانية دي ب 12. مظبوط كلامك يا باشمهندس، بس كده. رقم 3 بيقول لك عايز معدل التغير للدالة عند س بتساوي 2. طيب احنا عارفين ان معدل التغير هو نهاية لما ه تقترب من الصفر لدالة متوسط التغير. فاحنا جبنا اصلا دالة متوسط التغير عبارة عن اهي اللي هي 2 ه زائد 4 س 1 ناقص 3، 2 ه موجب 4 س 1 ناقص 3. طيب وعايز عندما س بتساوي 2، طبعا الهاء بتقترب من الصفر فده هتروح، يبقى ده 4 واشيل السين واحط 2 ناقص 3، 4 في 2 ب 8 ناقص 3 5، يبقى القيمة بكام؟ ب 5. ويبقى أنا كده حليتها يا باشمهندس. اللي بعده رقم 5 بيقول لك إذا كانت الدالة د حيث د س عبارة عن س زائد 2 على س ناقص 2، عايز دالة متوسط التغير عندما تتغير من س 1 إلى س 1 زائد اله. طيب أنا عارف برضو إن دالة متوسط التغير، فأنا هحسب دالة التغير اللي هي دالة التاني دالة س 1 زائد اله ناقص دالة الأول اللي هو دالة الس 1. تمام، هشيل كل س واحط س واحد زائد ه، يبقى س واحد زائد اله، وفي هنا موجب 2، وفي المقام س واحد زائد اله، وهنا سالب 2 ناقص دالة س واحد، يبقى س واحد زائد الاتنين على س واحد ناقص الاتنين. طيب هعمل ايه في الشكل المكلكع ده يا باشمهندس؟ هقول لك، انت عندك اكتر من طريقة.
اول طريقة هي طريقة توحيد المقامات، تمام؟ تاني طريقة توحيد المقامات، فوحد المقامات ازاي يا باشمهندس؟ كل ما عليك هتضرب دول في بعض، ركز بس معايا عشان ما تتلخبطش. انا كده عامل المسألة كلها في خطوة واحدة، يعني انا عملت بالنسبة لي الدالة هنا وهنا، تمام؟ تمام يا باشمهندس. بص، شرط الجسر جميل، هتضرب المقامات في بعض يبقى س واحد ناقص اتنين، وهنا س واحد زائد اله ناقص الاتنين. بص بقى في المقص اللي هيحصل ده وركز لي فيه الله يكرمك، لان هيجي لنا دلوقتي شوية حدود ما شاء الله. هنضرب ده في ده الأول، س واحد في س واحد بسين واحد تربيع، س واحد في ه بسين واحد ه، س واحد في اتنين باتنين س واحد. لسه ما خلصتش، سالب اتنين في س واحد بسالب اتنين س واحد، سالب اتنين في ه بسالب اتنين ه، سالب اتنين في موجب اتنين بسالب اربعة. حلو جدا، بص انا لسه ما خلصتش، ده بسط جميل جدا. طيب الوقت يا باشمهندس هعمل ايه؟ هضرب ده في ده، بس خلي بالك ان قبلهم سالب، يبقى كانها سالب س واحد في س واحد، يبقى سالب س واحد تربيع، سالب س واحد في ه يبقى سالب س واحد ه، سالب س واحد في سالب اتنين يبقى موجب اتنين س واحد. طب بص السالب ده ما هو داخل على الاتنين، يعني كانها سالب اتنين في س واحد، سالب اتنين س واحد، سالب اتنين سوري دي سالب اتنين في ه يبقى سالب اتنين ه، سالب اتنين في سالب اتنين يبقى موجب اربعة. كل البسط ده معاك خلاص. س واحد تربيع مع سالب س واحد تربيع، س واحد ه مع سالب س واحد ه، عندك اتنين س واحد مع سالب اتنين س واحد، وهنا اتنين س واحد مع سالب اتنين س واحد. طيب ايه تاني بقى يا باشمهندس؟ عندك هنا سالب اتنين ه وعند سالب اربعة مع موجب اربعة، فاضل لك هنا سالب اتنين ه وسالب اتنين ه، يبقى في البسط صفصف على سالب اربعة ه على س واحد ناقص الاتنين مضروبة في س واحد زائد اله ناقص الاتنين. تمام، ده دالة التغير، ده هو عايز المتوسط. طب ما انا عارف ان متوسط التغير عبارة عن دالة التغير ت ه على ه، فقلت لك طالما دي دالة كسرية فاقول واحد على ه اللي هو خط المقام، مضروب في الدالة بقى اللي هي سالب 4 ه على المقام بتاعها اللي هو س واحد ناقص الاتنين مضروب في س واحد زائد اله ناقص الاتنين. الهاء هتقوم راحة مع الهاء يا باشمهندس، يبقى بالنسبة لي دي سالب 4 على س واحد ناقص الاتنين في س واحد زائد اله ناقص الاتنين. خلاص، يبقى دي كده دالة متوسط التغير يا باشمهندس. وصلت؟ وصلت، هو ده الشكل بتاعها. طيب بعد كده بيقول لك انا عايز متوسط التغير للدالة عندما تتغير س من 3 الى 3 وتلت. طيب انا كده عرفت السين الاولانية، يبقى بالنسبة لي ان س واحد ب3 اللي انا هعوض بيها. طب الهاء عبارة عن 3 وتلت ناقص التلاتة، يعني الهاء عبارة عن كام؟ عبارة عن تلت. تمام، يعني كأنه بيقول لك هات لي متوسط التغير عند التلت، انا بشيل الهاء، يبقى دي سالب 4 على س واحد اللي هي 3، 3 ناقص 2 اللي هي 1 في س واحد اللي هي 3 زائد الهاء اللي هي تلت ناقص الاتنين، يبقى هو ده كده المتوسط يا باشمهندس. خلاص، بسم الله، ادي سالب 4، 1 في كذا مفيش، 3 ناقص 2 1 زائد تلت يعني 1 وتلت. ثواني، شيفت دي يا عم الحاج، شيفت والعلامة دي 1 وتلت، تطلع معايا سالب 3. مظبوطة؟ مظبوطة الحمد لله. خلاص، حلو جدا. طيب بيقول لك معدل التغير للدالة عند س بتساوي 4، عايز معدل التغير اللي هو نهاية لما اله تقترب من الصفر لدالة المتوسط. دالة المتوسط اللي هي سالب 4 على س واحد ناقص الاتنين في س واحد زائد الهاء ناقص الاتنين، الهاء بتقترب من الصفر يبقى دي بصفر، والسين عوض عليها بأربعة، يبقى دي سالب 4 على 4 ناقص 2 اللي هي 2، وهنا 4 ناقص 2 برضه اللي هي 2، 2 في 2 ب 4 تروح مع البسط فيفضل لي سالب 1، يبقى معدل التغير يا باشمهندس بيساوي كام؟ بيساوي سالب 1. خلاص؟ مظبوط؟ مظبوط كلامك. اللي بعده رقم 6، بيقول لي اوجد دالة متوسط التغير للدالة دي عندما تتغير س من س1 إلى س1 زائد ه، ثم اوجد هذا المتوسط عندما كذا، وثم اوجد المعدل، مفيش مشكلة. هجيب دالة التغير اللي هي ت ه عبارة عن دالة التاني اللي هو دالة س1 زائد الهاء ناقص دالة الأول اللي هو س1. طيب بص، ادي الجذر، هشيل السين واحط مكانها سين واحد زائد الهاء، وعندك موجب اربعة ما تنساهاش، ناقص دالة السين واحد اللي هتبقى عبارة عن جذر، هشيل السين واحط سين واحد، يبقى دي كأنها سين واحد زائد مين؟ زائد الاربعة. طيب ده كده مين يا باشمهندس؟ ده كده متوسط التغير ومفيش في اي مشكلة. طب هنجيب بقى ميم ه، خلاص ركز معايا، يبقى دي عبارة عن جذر سين واحد زائد الهاء موجب الاربعة اللي هي دالة التغير على جذر س1 زائد 4 مقسومة على الهاء، مش المتوسط، هو دالة التغير على الهاء، فوصلت للشكل ده. فطبعا يا باشمهندس الشكل ده عشان تبسطه، أسهل طريقة طبعا إن أنت تضرب في المرافق، هي لها كذا طريقة ولكن هنا تضرب في المرافق.
في مرافق البسط هيبقى جذر س واحد زائد الهاء موجب 4، واتغير الإشارة يبقى موجب، ودي تبقى جذر س واحد زائد الأربعة. الكلام ده برضو على جذر س واحد زائد الهاء موجب 4، وهنا جذر س واحد زائد الأربعة. جذر بجذر يديك اللي تحت الجذر اللي هو س واحد زائد الهاء موجب 4، وجذر بجذر يديك اللي تحت الجذر بس قبلهم سالب فهيغير الإشارات، يبقى سالب س واحد سالب 4. على المقام الجميل ده اللي هو ه مضروبة في جذر س واحد زائد اله موجب 4 زائد كمان جذر س واحد زائد الأربعة. طيب الس واحد مع السالب س واحد، الأربعة مع السالب 4، يبقى أنت وصلت إن متوسط التغير عبارة عن ه، ما ال ه دي برضه هتروح مع ال ه دي، خلاص تمام. يبقى دي عبارة عن واحد في البسط على جذر س واحد زائد الهاء موجب الأربعة زائد جذر س واحد زائد الأربعة. يبقى أنا كده يا باشمهندس وصلت للشكل ده في أبسط صورة، تمام. عايز المتوسط لما الس واحد بخمسة والهاء بكذا، خلاص يبقى متوسط التغير هيساوي واحد على أدي أول جذر، هشيل الس واحد وأحط خمسة يبقى دي خمسة، وهشيل الهاء وأحط واحد وأربعة وعشرين، ده واحد وأربعة وعشرين زائد الأربعة زائد كمان جذر الس واحد هشيلها وأحط خمسة زائد الأربعة، خلاص. بس احسبها بالآلة ما تشغلش بالك، أدي واحد على أدي جذر خمسة زائد واحد اتنين أربعة زائد الأربعة زائد كمان جذر التسعة اللي هو تلاتة، يعني ملهاش خمسة زائد أربعة تسعة، جذرها تلاتة. خمسة على واحد وتلاتين، يبقى الإجابة بتاعتي خمسة على واحد وتلاتين، كلامك مظبوط. ثم أوجد معدل تغير الدالة عند س بيساوي خمسة. طب ما أنا عارف إن معدل التغير عبارة عن نهاية لما الهاء تقترب من الصفر، طبعا لدالة متوسط التغير اللي هي الدالة دي، أدي واحد على أدي جذر زائد جذر، بيقول لك عوّر عن السين بخمسة، أدي السين بخمسة، يبقى دي خمسة زائد الهاء موجب 4، وهنا هيبقى خمسة زائد الأربعة، طبعا الهاء بتقترب من صفر، يبقى دي شيلها، يبقى واحد على جذر خمسة زائد أربعة تسعة، جذرها تلاتة، زائد برضو جذر التسعة اللي هي تلاتة، يبقى واحد على الست، يعني الإجابة بتاعتي واحد على الست بس. سبعة، أوجد دالة متوسط التغير للدالة دي عند س بتساوي س واحد، ثم استنتج معدل التغير في دالة لما الس بتساوي التسعة. هنا يا باشمهندس يعتبر برضو إن هو جايب لي دالة واحدة بس اللي هي س واحد، يعني بالنسبة لي يا باشمهندس إن دالة التغير الأول هتساوي دالة العدد زائد الهاء، يعني دالة س واحد زائد الهاء ناقص دالة العدد اللي هي دالة الس واحد، تمام. أدي الجذر يا باشمهندس، هشيل الس وأحط مكانها س واحد زائد الهاء، وفي هنا سالب خمسة ناقص جذر، هشيل السين واحط مكانها سين واحد برضه هنا ناقص الخمسة، خلاص. طيب يبقى بالنسبة لي إن دالة متوسط التغير عبارة عن دالة التغير اللي هي جذر سين واحد زائد الهاء ناقص الخمسة ناقص كمان جذر سين واحد ناقص الخمسة على الهاء، ما أنا بقسم دالة التغير على الهاء. نفس فكرة السؤال اللي قبله يا باشمهندس، أنا عشان أوصل لأبسط صورة هضرب في المرافق بتاع البسط اللي هو جذر سين واحد زائد الهاء ناقص الخمسة، بس أغير الإشارة موجب، ويبقى جذر سين واحد ناقص الخمسة، واللي ضربت فيه هقسم عليه، يبقى س واحد زائد الهاء ناقص الخمسة زائد جذر س واحد ناقص الخمسة. جذر بجذر يديك اللي تحت الجذر اللي هو س واحد موجب هاء ناقص خمسة، سالب في موجب بسالب يعني هغير لك اشارات اللي جوه، فالس واحد تبقى سالب س واحد، والسالب خمسة يبقى موجب خمسة، خلاص. الكلام ده مقسوم على الهاء برضه في جذر س واحد زائد الهاء ناقص الخمسة زائد جذر س واحد ناقص الخمسة، خلاص. الس واحد مع السالب س واحد، السالب خمسة مع موجب خمسة، هيفضل لك هاء هتقوم راحة مع الهاء، يعني هيفضل لي واحد على هنا جذر س واحد ناقص الخمسة زائد جذر س واحد زائد اله ناقص الخمسة. يبقى دي كده يا باشمهندس متوسط التغير، تمام. يبقى دي بالنسبة لي دالة متوسط التغير اللي أنا هشتغل عليها، اللي هي واحد على جذر س واحد ناقص الخمسة زائد جذر س واحد زائد اله ناقص الخمسة، كلام مظبوط. طيب بيقول لك ثم استنتج معدل التغير في دال لما س بتساوي تسعة. طب انا عارف ان معدل التغير هو قيمة النهاية لما الهاء بتقترب من الصفر لدالة متوسط التغير، يعني دي واحد على جذر، طبعا انا بقول لك عوّر عن السين بتسعة، فالسين واحد بتسعة يبقى تسعة ناقص خمسة، زائد السين واحد بتسعة يبقى تسعة، زائد الهاء ناقص الخمسة، طبعا الهاء بتقترب من الصفر يعني هتروح، يبقى دي واحد على تسعة ناقص خمسة أربعة جذرها اتنين، تسعة ناقص خمسة أربعة جذرها اتنين، يبقى بالنسبة لي ربع. بيقول لي هل يمكن حساب معدل التغير في دال عندما س بتساوي الخمسة؟ طيب ركز كده معايا، أنت واضح من كلامك إن ده دالة جذر، حلو جدا، فأنت عارف إن دالة الجذر المجال بتاعها إن ما تحت الجذر اللي هو س ناقص الخمسة أكبر من الصفر لأن هي موجودة في المقام. هتقول لي ما في جذر تاني، أقول لك كأن الهاء مش موجودة، يعني الجذر ده شبه الجذر ده. فلو هتروح الناحية التانية يبقى س أكبر من الخمسة،
يبقى انا يا باشمهندس مجالي هو س اكبر من الخمس، يبقى انا يا باشمهندس ما ينفعش احسب عندها. ليه يا باشمهندس؟ لان دي بالنسبه لي ان س اكبر من الخمسة لا تنتمي للمجال، او ممكن اقول له ان النهايه هتبقى ساعتها غير موجوده، لان انا بعوض بقيمه مش موجوده في المجال. وده سؤال جميل جدا من الاسئله الحلوه في الاسئله المقاليه. رقم 8 بيقول لك اذا كانت داله س د حيث د س عباره عن ظا س، عايز معدل التغير للدالة عند س بتساوي الباي. مفيش أدنى مشكلة، مفيش أسهل من كده. هو جايب لك هنا بالنسبة لي قيمة واحدة، يبقى أنا بالنسبة لي إن دالة التغير عبارة عن دالة القيمة دي اللي هي دالة الباي زائد اله ناقص دالة القيمة اللي هي دالة الباي. بكل بساطة يا باشمهندس الموضوع سهل، يبقى دي بالنسبة لي ظا، هشيل السين وأحط باي زائد اله ناقص دالة دي اللي هي ظا باي. طيب دي هتبسط 180 زائد دي في الربع الثالث والظا موجبه وال180 ما بتغيرش. لا ثواني، دي 180 باي زائد ها. لا هي هتبقى زي ما هي كده بس يا باشمهندس، خلاص مفيش فيها تحويل. بس انت عندك بس ظا 180، هنشوفها على الاله كده، تان 180 اللي هي بصفر، يعني هتبقى بصفر. تمام، يبقى دي بالنسبه لي مين يا باشمهندس؟ دي كده بالنسبه لي، لا صح، ما احنا شغالين صح والله. 180 زائد ها دي في الربع الثالث وال180 ما بتغيرش والظا موجبه، يبقى دي كانها ظا ها. تمام، ناقص صفر. يبقى انا بالنسبه لي ان متوسط التغير عباره عن داله التغير اللي هي الظا ها مقسومه على الها. طبعا دي من نهايات الدوله المثلثيه، معامل على معامل يبقى واحد. يبقى انا بالنسبه لي ان ده كده متوسط التغير، معدل التغير هو نهايه لما الها تقترب من الصفر. طبعا دي يعني ايه؟ ده متوسط التغير اهو. انت هتعمل في النهايه الحركه دي، ظا ها على ها، معامل على معامل بيساوي الواحد. يبقى ده بالنسبه لي متوسط التغير وده كده معدل التغير. تمام، رقم 9 بيقول لك اذا كانت داله س بتساوي س اس 5، عايز معدل التغير للداله لما س بتساوي 2. طيب هحسب برضو داله التغير، هنا جايب لي قيمه واحده، يبقى داله العدد زائد الهاء ناقص داله مين؟ داله العدد. هشيل السين واحط مكانها 2 زائد الهاء والكل اس 5 ناقص داله الاثنين اللي هي عباره عن 2 اس 5، وتكسبها زي ما هي ما تحسبهاش. طيب بعد كده ان متوسط التغير هيساوي دالة التغير اللي هي 2 زائد الهاء الكل اس 5 ناقص 2 اس 5 على الهاء. بعد كده المعدل هيساوي نهاية لما الهاء تقترب من الصفر لدالة المتوسط 2 زائد الهاء الكل اس 5 ناقص 2 اس 5 على الهاء. ودي قلنا يا باشمهندس من نتيجة نظرية 4. فنظرية 4 بتقول لك خد الاس اللي هو 5 في العدد اللي بره اللي هو 2 وقلل من الاس 1 4، 2 اس 4 ب 16 5 يبقى 80. يبقى بالنسبة لي إن الإجابة فعلا بتساوي كام؟ بتساوي 80. خلاص كلام مظبوط وسهل. 10 بيقول لك إيه؟ بيقول لك إذا كانت دالة س عبارة عن أ س تربيع زائد ب س زائد 4، فأوجد عند س بتساوي 3 دالة التغير ت ه. طيب عشان أجيبها دلوقتي يا باشمهندس هو عاطيلي رقم 1، يبقى التاء عبارة عن دالة العدد زائد الهاء، يعني دالة 3 زائد الهاء ناقص دالة العدد اللي هي دالة التلاتة. خلاص بكل بساطة. طيب تعالى نجيب دالة 3 زائد هاء الأول عشان ما نتلخبطش. أدي الألف ثابت، هشيل السين وأحط 3 زائد هاء وكل تربيع، زائد الباء ثابتة وهشيل السين وأحط برضه 3 زائد الهاء، وفي الأخير موجب 4. طيب لازم تبسط دي يا باشمهندس، ماشي. أدي الألف بره، 3 تربيع ب 9، 2 في الأول في الثاني 6 هاء، في الأخير تربيع ه تربيع، زائد ب في 3 ب 3 ب، زائد ب في ه ب ب ه، الكلام ده موجب 4. يبقى دي بالنسبة لي 9 ألف زائد 6 ألف ه زائد ألف ه تربيع، خلاص؟ زائد 3 ب زائد ب ه، الكلام ده موجب 4. يبقى أنا وصلت للشكل ده كده يا باشمهندس. طيب هات ال ه تربيع في الأول، يبقى دي بتساوي ألف ه تربيع. أي حاجة فيها ه خد منها عامل مشترك، فدي فيها ه ودي فيها ه، خلاص؟ فممكن ناخد الهاء عامل مشترك، فيفضل لي 6 ألف زائد الباء. وفضل بقى شوية الأرقام الغريبة دي اللي هي موجب 9 ألف موجب 3 باء موجب 4. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. ده كده دي دالة 3 زائد هاء. طب دالة التلاتة بقى هيبقى 3 تربيع ب 9 في ألف ب 9 ألف، 3 في باء ب 3 باء زائد الأربعة، يبقى دالة التغير هتساوي الدالة الكبيرة دي، دي ناقص دي. خلي بالك دي هينزل الألف ه تربيع زائد اله مضروبة في 6 ألف زائد الباء. لما أطرح 9 ألف هتروح مع 9 ألف، ما أنا بطرح والثلاثة بقى تروح مع الثلاثة بقى والأربعة تروح مع الأربعة. يبقى بالنسبة لي دالة التغير عبارة عن أ ه تربيع زائد اله مضروبة في 6 أ زائد الب. تمام، بيقول لك إذا كانت دالة الثلاثة بأربعة وت نص بواحد وثلاثة أرباع. طيب دالة الثلاثة بأربعة، لما أشيل السين وأحط ثلاثة يعني هي تبقى 9 أ
زائد ب في س يعني 3 ب زائد الأربعة، قال لك إن الكلام ده بيساوي 4، هنشيل دي مع دي، فمعناها إن 9 ألف هودي للناحية التانية يبقى بتساوي سالب 3 ب. لو قسمنا على التلاتة يبقى التلاتة ألف بتساوي سالب ب. لو ادينا السالب الناحية التانية فممكن نقول إن ال ب بتساوي سالب 3 ألف، ودي علاقة طبعا مفيدة جدا جدا. بيقول لك ت نص، ما أنت جايب الت ه أهو، خلاص الت نص يعني أعوض عن ال ه بنص، يبقى ده ألف في نص تربيع زائد ال ه اللي هي بالنسبة لي نص في 6 ألف زائد ب، أدي 6 ألف زائد الب، المفروض الكلام ده بيساوي 1 3/4. خلاص هنعرف نحل المعادلة دي. ليه؟ نص تربيع يبقى دي بالنسبة لي ربع ألف زائد نص في 6 ألف، الباء بسالب 3 ألف، فأنا هشيل الباء وأحط سالب 3 ألف، الكلام ده بيساوي 1.75% اللي هي 3/4. 6 ألف ناقص 3 ألف اللي هي 3 ألف في نص، يعني بالنسبة لي دي كده 3 في نص اللي هي 3 على 2، يعني بالنسبة لي ربع ألف زائد 3 على 2 ألف بيساوي 1.75%. أنت عارف ربع وواحد ونص هو 1.75%، يبقى 1.75% ألف بيساوي 1.75%، دي هتطير مع دي، يبقى إذا الألف بواحد. طب ما هو لو الألف بواحد يبقى الب بتساوي سالب 3 ألف، يعني سالب 3 في 1 بسالب 3، يبقى إذا الب بسالب 3. ده سؤال جميل جدا لأنه رابط لك الدالة بقيمة التغير يا باشمهندس. خلاص؟ جميل. اللي بعده 11 بيقول لك إذا كانت الدالة د حيث د س عبارة عن 1 زائد أ س زائد ب س تربيع، وكان التغير لهذه الدالة عندما تتغير س من 3 إلى 2 بيساوي 7، وكان معدل التغير عند س بتساوي 3 بتساوي سالب 9، عايز مني قيمة الألف والباء. طيب ركز كده معايا، هو عاطيني دلوقتي س بتتغير من 3 إلى 2، يبقى أنت تقدر تحسب اله وتعرف إن اله بكام يا باشمهندس؟ اله بواحد، تمام. طيب الوقت يا باشمهندس، مش أنا دلوقتي هو قال لي إن قيمة التغير ده بيساوي 7، يعني أنا ممكن يا باشمهندس أقول له إن التغير بتساوي دالة التاني اللي هو دالة الاتنين ناقص دالة الأول اللي هو دالة التلاتة، والمفروض ده بيساوي 7. طيب يبقى أدي 1 زائد أ في 2 ب2 أ زائد ب س تربيع، فالاتنين تربيع بأربعة تتضرب في الباء يبقى 4 ب، حلو جدا. ناقص دالة التلاتة، أدي 1 زائد 3 في أ في 3 أ، 3 تربيع في 9 يبقى موجب 9 ب، والكلام ده برضه بيساوي 7. بص بقى، 1 ناقص 1 بصفر مش هنطول، 2 أ ناقص 3 أ يبقى سالب أ، 4 ب ناقص 9 ب يبقى سالب 5 ب، الكلام ده بيساوي 7. ممكن نضرب المعادلة كلها في سالب 1 يبقى أ موجب 5 ب بيساوي سالب 7، ودي علاقة مفيدة جدا. يبقى أنا وصلت إن الألف زائد ال 5 ب الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي سالب 7. طيب دلوقتي يا باشمهندس أنا عايز علاقة تانية، هو قال لك إن معدل تغير الدالة عندما س بتساوي 3 بيساوي سالب 9، يبقى انا يا باشمهندس لازم احسب معدل التغير. فانا هحسب معدل التغير ازاي؟ هقول لك، هتحسب داله التغير تساوي داله العدد زائد الهاء، يبقى داله 3 زائد الهاء ناقص داله العدد اللي هو مين؟ داله التلاتة. تمام كده يا باشمهندس؟ كلام جميل جدا. طيب بعد ما احسبها هحسب بقى معدل التغير عند س بيساوي 3، فداله 3 زائد هاء تعالى نحسبها الاول، فهتساوي اشيل السين واحط 3 زائد هاء، يبقى ده 1 في ألف، شيل السين وحط 3 زائد الهاء زائد الب في 3 زائد ه، ولكن كل تربيع فده تساوي 1 أ في 3 ب 3 أ و أ في ه ب أ ه. بص بقى القوس ده فكيته ايه بس عشان ما نطولش، الأول تربيع ب 9، 2 في الأول في الثاني ب 6 ه، الأخير تربيع ب ه تربيع، هضرب بقى دي في الباء يبقى 9 باء و 6 باء ه، والأخير بقى ه تربيع. خلاص فأنا وصلت للشكل ده، فممكن ايه نسيب الب ه تربيع زي ما هي، أو تعالى نجيب دالة التلاتة الأول وبعدين نطرح دالة التلاتة. يلا هيبقى 1 زائد أ في 3 ب 3 أ زائد 3 تربيع في ب ب 9 ب، اطرح بقى، يبقى أنا بالنسبة لي إن التاء هاء بتساوي، يلا 1 ناقص 1 هيروح، 3 أ هتروح مع 3 أ لأن هطرح، وال 9 ب هتروح مع 9 ب، فيفضل لك الشكل ده اللي هو الأ ه زائد 6 ب ه زائد ب ه تربيع. لو أنت جيت خدت اله هعمل مشترك، فيفضل لك أ موجب 6 ب، وهنا هيفضل لك ايه؟ ب ه. خلاص؟ ده كده من دي كده يا باشمهندس، ده دالة التغير كلها اللي احنا لسه بنحسبها دلوقتي. طيب يبقى انا بالنسبة لي ان متوسط التغير اللي هو الميم ه هيبقى عبارة عن ه في أ زائد 6 ب زائد الباء ه مقسومة على ه، فده هتطير، يعني كأنها أ موجب 6 ب موجب الب ه. حلو. جبت متوسط التغير؟ أيوه. تعالى بقى نجيب المعدل، يبقى المعدل
هيساوي نهاية لما الهاء تقترب من الصفر لدالة المتوسط اللي هي ألف ستة باء زائد الباء هاء. طب ما هي الهاء بتقترب من الصفر يعني دي بصفر، فقال لك أصلا إن المعدل بيساوي سالب تسعة. يعني كده وصلت المعادلة تانية، أول معادلة اللي هي ألف زائد الخمسة باء بسالب سبعة، المعادلة التانية إن ألف موجب ستة باء المفروض بيساوي سالب تسعة. يبقى أنا كده يا باشمهندس وصلت للمعادلتين، ممكن أضرب المعادلة الأولى في سالب في ألف يبقى سالب ألف، والخمسة في سالب يبقى سالب خمسة باء، وسالب سبعة يبقى موجب سبعة. هجمع المعادلتين دي هتروح ستة باء ناقص خمسة باء بباء، سالب تسعة وموجب سبعة يبقى الباء بسالب اتنين. وصلت إن الباء بسالب اتنين، تعال نجيب قيمة الألف. ادي الالف زائد خمسة باء يعني خمسة في سالب اتنين بسالب عشرة بيساوي سالب سبعة، دي هتروح. يبقى اذا الالف بيساوي عشرة ناقص سبعة اللي هي تلاتة، يبقى قيمة الالف بتلاتة وقيمة الباء بسالب اتنين. وبرضه مسألة جميلة جدا جدا وفكرتها حلوة، تكاد تكون طويلة طبعا طويلة ولكن مهمة جدا في نفس الوقت. تمام تمام يا باشمهندس. اللي بعده رقم 12 بيقول لك يوضح الشكل المقابل المنحنى ر بتساوي دالة نون، حيث ر هي جملة المبيعات أحد منافذ بيع أجهزة الحاسب الآلي مقدرا بالملايين، نون الزمن مقدرا بالشهور. أوجد من الرسم متوسط التغير في جملة المبيعات عندما يتغير الزمن نون بيساوي 4 إلى نون بيساوي 8. طيب بص، أنت عارف إن دالة متوسط التغير اللي هي الميم هاء عبارة عن دالة التاني يعني دالة التمانية ناقص دالة الأول اللي هو دالة الأربعة على طرحهم اللي هو تمانية ناقص أربعة. بكل بساطة دالة التمانية يعني هو لما عوّر عن السين بتمانية هو كاتب لك أهو التمانية تديك أربعة وأربعة من عشرة، يبقى دي أربعة وأربعة من عشرة ناقص دالة الأربعة. طبعا الأربعة سهلة، لو رحت خبطت في الصاد هتديك واحد. الكلام ده على تمانية ناقص أربعة اللي هي أربعة، أربعة وأربعة من عشرة ناقص واحد اللي هي تلاتة وأربعة من عشرة مقسومة على الأربعة. تعالى نشوفها نشوفها بتساوي كام. تلاتة وأربعة من عشرة مقسومة على أربعة يعني خمسة وتمانين من مية، يبقى دي بخمسة وتمانين من مية. مظبوط كلامك. طيب نون بتساوي 8 إلى نون بتساوي 10 نفس الفكرة، يبقى م ه بتساوي دالة التاني اللي هو دالة العشرة ناقص دالة الأول اللي هو دالة التمانية. الكلام ده على طرحهم 10 ناقص 8. لما عوضنا ب 10 النقطة أهي، رحت خبطت في الصاد لقيتها ب 2 ناقص دالة التمانية اللي إحنا لسه كاتبينها 4 و4 من 10 على 10 ناقص 8 اللي هي 2. 2 وسالب 4 و4 من 10 يبقى سالب 2 و4 من 10 على ال 2 يعني سالب 1 وال 2 من 10. حلو، لما النون ب 4 النون ب 12 نفس الفكر، يبقى الميم ه بتساوي دالة التاني دالة ال 12 ناقص دالة الأول دالة ال 4 على طرحهم 12 ناقص 4. دالة ال 12 أهي، رحت خبطت في الصاد بواحد، ودالة ال 4 إحنا جايبينها بواحد على 12 ناقص 4 8. البسط بصفر يبقى صفر على التمانية بتساوي صفر. طبعا النقطتين دول على استقامة واحدة فلازم أعرف إن التغير بتاعهم بيساوي صفر. خلاص، دي من الملاحظات يا باشمهندس، وهي دي طريقة حل المسألة بتاعتك. هل فيها أي مشاكل؟ سهلة جدا. طبعا الأرقام دي هتقول له بالمليون بقى، يعني 85% المفروض مليون جنيه لكل شهر، بس التمييز يعني. خلاص؟ كده أعتقد خلصنا الورقة دي بالكامل. ماشي، تعال نشوف اللي بعدها. 13 بيقول لك تفكير ناقد، بس خلي بالك مهم جدا، يعني مثلا آخر مسألتين أو آخر 3 4 مسائل في اختار بيتحلوا بالملاحظة دي. بيقول لك يوضح الشكل المقابل لمنحنى الدالة، حيث ص بتساوي دالة س، حدد الفترات التي يكون فيها متوسط التغير في الدالة ثابت وفسر الإجابة. قلنا كلمة ثابت ده في حالتين، في الدالة الخطية والدالة الثابتة. ليه؟ لأن الدالة الثابتة قيمة التغير ثابت بصفر، إنما الدالة الخطية بعدد بس هو ثابت. تمام، فأنت أول دالة خطية هي من النقطة دي كده لحد النقطة دي، دي دالة خطية. طب فاكر كنا بنجيب الاضطراد إزاي؟ ما هو خلي بالك، ما أنا بجيب قيمة س فبنزل على السينات يا باشمهندس. يبقى هي بالنسبه لي ثابته في اول فتره من السالب 2 للسالب السالب 2 دي اسقاطها صفر، يعني بالنسبه لي ثابته من لما نزلت هنا اديت لي سالب 2 ولما نزلت هنا على محور السينات اديت لي صفر، يبقى ثابته من السالب 2 لصفر. طبعا ده منحنى ماليش دعوه بيه، دي داله خطيه من النقطه دي للنقطه دي. انزل اخبط في السين طلعت ب 2، انزل اخبط في السين طلعت 4، يبقى ثابته في الفتره الثانيه من الاثنين للاربعه. طبعا ده منحنى ماليش دعوه بيه، دي داله ثابته برضه يا باشمهندس، ما هو التغير ثابت بصفر، يبقى من هنا ومشي لحد الاخر، يبقى برضه من هنا اللي هي على محور السينات 6 ومشي لحد الاخر يعني موجب ما لا نهايه، يبقى هي دي الفترات يا باشمهندس اللي الداله بتاعتي فيها ثابته. يبقى بالنسبه لي ان التغير ثابت في الداله الخطيه والداله الثابته، انما بقول لك التغير بصفر فين؟ تقول لي في الداله الثابته فقط يا باشمهندس. وده كده السؤال رقم 13.
السؤال رقم 14، هنبتدي مسائل الأشكال المهمة جدا. صفيحة على شكل مربع يتمدد بانتظام محتفظة بشكلها، عايز متوسط التغير في مساحة سطحها بالنسبة لطول ضلعها. يعني مثلا لو معايا صفيحة مربعة الشكل، هنفرض إن طول ضلعها س، وطبعا هو مربع يبقى الأضلاع كلها قد بعض. عندما تغير طول ضلعها من 3 إلى 3.4 عايز معدل التغير في المساحة، يبقى أنا حددت الدالة إنها دالة مساحة، ومساحة المربع طول الضلع في نفسه يعني س تربيع اللي هي س في س. طيب عايز التغير بالنسبة لطول ضلعها، قلنا لازم نركز على كلمة بالنسبة. عندما يكون طول ضلعها بيساوي 5، خلاص هو عايز معدل التغير. طيب أنا أبدأ أحسب متوسط التغير، خلاص لأنه عايز متوسط التغير. فهو دالة التاني يعني دالة 3.4 ناقص دالة الأول اللي هي دالة 3 على طرحهم اللي هي 3.4 ناقص 3، هعوض فين؟ في دالة الأصلية اللي هي دالة المساحة، يبقى دي 3.4 كل تربيع ناقص 3 تربيع على طرحهم 3.4 ناقص 3 اللي هي 4.10. ونبدأ نحسب الكلام ده، 3.4 تربيع ناقص 3 تربيع، الكلام ده على 4.10 تطلع معايا 6.4. يبقى إذا الإجابة بتاعتي هي 6.4 اللي هو بالنسبة لي الاختيار ده. خلاص، يبقى انا كده يا باشمهندس قدرت احسب المتوسط بطريقه سهله جدا جدا. طيب وبعد كده عايز معدل التغير المساحه بالنسبه لطول الضلع، عندما يكون طول الضلع 5. لا ده انا كده يا باشمهندس انا هشتغل على دال التغير. ليه بقى؟ لانه هو عامل لي قيمه واحده للسين لما السين بتساوي 5. يبقى انا اول حاجه هحسب داله التغير اللي هي التاء هاء، هتساوي داله العدد اللي هو بالنسبه لي العدد هنا 5 زائد الهاء ناقص داله العدد اللي هي داله الخمس. حلو، الدالة هي س تربيع، يبقى دي 5 زائد الهاء الكل تربيع ناقص 5 تربيع. الكلام ده كده دي دالة التغير. طيب هحسب متوسط التغير، يبقى ده عبارة عن 5 زائد الهاء الكل تربيع ناقص 5 تربيع، وهقسم على الهاء. يبقى بالنسبة لي إن المعدل هو النهاية لما الهاء تقترب من الصفر لدالة المتوسط، يعني 5 زائد الهاء الكل تربيع ناقص 5 تربيع على الهاء. طبعا دي نتيجة نظرية 4، باخد الأس اللي هو 2، العدد اللي بره 5، بقلل من أس 1 يبقى 1، يبقى دي 2 في 5 بكام؟ ب10. يبقى إذا الإجابة بتاعتي بتساوي 10. طبعا هتلاقي الموضوع مختلف عن الإجابات لأن هو مسماها س 1 وكلام غريب كده، ولكن هي دي الطريقة الصح يا باشمهندس لحل المسألة دي. مش بقول التانية غلط، ولكن دي أسهل بكتير جدا جدا. خلاص تمام. 15، صفيحة على شكل مربع تنكمش بالتبريد محتفظة في شكلها المربع، عايز معدل التغير في مساحة الصفيحة. نفس الفكرة، طالما مربع فلو طول ضلع س يبقى مساحته س تربيع، يبقى دي الدالة اللي انا هعوض فيها. بالنسبة لطول ضلع عندما يكون طول الضلع 8، الوقت يا باشمهندس هو عاطي لي رقم واحد فقط، يبقى انا بالنسبة لي ان دالة التغير اللي هو ت هتساوي دالة العدد زائد اله، يعني دالة 8 زائد اله ناقص دالة العدد اللي هي دالة ال 8 الدالة اهي، يبقى دي هتساوي 8 زائد اله الكل تربيع ناقص 8 تربيع، وتكسبها زي ما هي. بعد كده متوسط التغير اللي هو ميم هي، بقسم دالة التغير اللي انا لسه جايبها على اله، مفيش اسهل من كده. طب المعدل هو نهاية لما اله تقترب من الصفر لمتوسط التغير اللي هو 8 زائد اله الكل تربيع ناقص 8 تربيع على اله. طيب بعد كده يا باشمهندس يبقى بالنسبة لي نتيجة نظرية 4، بنزل الأس اللي هو 2، العدد اللي بره 8 وبقلل من الأس 1، يعني 8 أس 1، و2 في 8 بكام؟ ب16. يبقى إذا الإجابة بتساوي 16. هل في مشاكل؟ سهل. اللي بعدها، لوح رقيق معدني مستطيل الشكل، طوله يزيد عن عرضه مقدار 3. اوعى بقى تقول لي س وس زائد 3 الا ما يقول لك التغير في المساحه بالنسبه لمين. الله يكرمك، لان دي اللي بتغلط ناس كتير. يعني يا باشمهندس ايه؟ يعني ما تفرضش اي حاجه الا ما يقول لك بالنسبه لمين. تمام يا باشمهندس، المهم ان انت عرفت الطول بيزيد عن عرضه مقدار 3. فاحنا كده هنرسم مستطيل جميل اهو، وركز بقى معايا في اللي انا هقوله. بسم الله. عندما تغير عرضه يبقى انت لازم تسمي العرض هو س، لازم. تمام، فنسمي مثلا العرض ده مثلا اهو س. هو قال لك طوله يزيد عن عرضه مقدار 3، يبقى اكيد انه الطول س زائد 3. بس ما كانش ينفع اسمي دي س ودي س ناقص 3 مع انها نفس المعنى، بس هنا يا باشمهندس طالما قال لك عرضه فانت بتسمي العرض هو س. حلو جدا، هو عايز بيكلمك التغير في المساحه، يبقى الداله هنا داله مساحه يعني الطول في العرض، ما هو مساحه المستطيل الطول في العرض، يعني س في س زائد 3، س في س بس تربيع، وس في 3 ب 3 س. بس يا باشمهندس دي الداله. هو عايز بقى التغير في مساحه اللوح، انما عايز مقدار التغير. طيب يبقى التغير هيساوي داله الثاني اللي هو داله 4.2 ناقص داله الاول اللي هو داله 4. حلو جدا، يبقى دي 4.2 تربيع زائد 3 في 4.2، بعوض يا باشمهندس في الداله دي اهي، اقفل عليهم،
ناقص دالة الأربعة اللي هي 4 تربيع زائد 3 في 4. مظبوط كلامك؟ مظبوط يا باشمهندس. يلا 4 و2 من 10 تربيع زائد 3 في الـ4 والـ2 ناقص، افتح قوس، 4 تربيع زائد 3 في 4، اقفل القوس، يساوي 56 على 25، 22 من 100. مظبوط كلامنا، وبطريقة سهلة جدا، وسيبك عن الهيصة اللي هو عاملها في كتاب المعاصر، هي دي يا باشمهندس لازم أكون فاهم. طيب التغير في محيط اللوح، يبقى هو بيكلمني هنا عن دالة محيط، فمحيط المستطيل هو الطول زائد العرض الكلي في 2، سين وسين هي 2 سين زائد 3، بس لازم تضربهم في 2، أنا كده جمعت الطول والعرض، سين وسين 2 سين زائد 3، هضرب في 2، يبقى 2 في 2 سين ب 4 سين زائد 3، يبقى دي الدالة. عندما تغير من 3.5 إلى 3.7، يبقى التغير هيساوي دالة العدد الثاني اللي هو دالة 3.7 ناقص دالة العدد الأول اللي هو دالة 3.5، يبقى يساوي، هيبقى دي بالنسبة لـ 4، أشيل السين وأحط 3.7 وما أنساش إن في موجب 3، ناقص دالة 3.5 يعني 4 في 3.5 زائد 3. خلاص؟ بس يا باشمهندس الموضوع والله سهل جدا وتافه زي ما أنت شايف. بسم الله. 4 في 3.7 زائد 3 ناقص، افتح قوس، 4 في 3.5 زائد 3، 4 على 5 اللي هي 8 من 10، يبقى التغير بكام؟ 8 من 10. مظبوط؟ مظبوط يا عم. يلا اللي بعده. صفيحة معدنية مستطيلة الشكل، طولها ضعف عرضها، اوعى تسمي واحد سين والتاني 2 سين الا لما تشوف التغير بيحصل بالنسبة لإيه؟ تمام جدا. عايز متوسط التغير في مساحتها. طيب انا هرسم مستطيل ومش هفرض لسه اهو. عندما تغير طولها 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 طولها، يبقى الطول هو سين اهو يا باشمهندس. طب العرض بقى، تعالى نرجع للشكل، قال لك طولها ضعف عرضها. طب ما انا سميت الطول هو سين ضعف العرض، يبقى العرض نص سين. ما كانش ينفع اسمي دي سين واتنين سين. هتقول لي يا باشمهندس ما الاتنين سين ضعف السين. اقول لك لا، طالما انت سميت الطول سين يبقى الداله هنا نص سين. وصلت؟ طب هو عايز التغير في المساحه، يبقى دي داله ايه؟ داله مساحه. مساحه المستطيل الطول في العرض، يبقى سين في نص سين بنص سين تربيع. عندما تغير طولها من 15 الى 16.5، طيب هو عايز متوسط التغير اللي هو الميم ه، اللي هو بيساوي دالة التاني يعني دالة 16.5 ناقص دالة الأول اللي هو دالة 15 على طرحهم، 16.5 ناقص 15 بالنسبة ليا يا باشمهندس، يبقى ده نص في 16.5 تربيع ناقص دالة 15 اللي هي نص في 15 تربيع على 16.5 ناقص 15 اللي هي 1.5. تعرف تحسب دي؟ أيوه يا باشمهندس. يلا بينا. بسم الله. يبقى ده نص في 16.5 تربيع ناقص نص في 15 تربيع، تطلع معايا بالرقم ده. خلاص هقسم بقى على 1.5، تطلع معايا 15.75. مظبوط، الدنيا سهلة وبسيطة. طبعا ده حل احنا مبسطينه عن السنة اللي فاتت بطريقة كبيرة، يعني السنة اللي فاتت كان حل ايه مقرب للمعاصر شوية، ولكن هنا الدنيا سهلة شوية. بيقول لك معدل التغير في كل من مساحتها ومحيطها بالنسبة للطول برضه، يبقى الفرض اللي انا فرضه صح، عندما يكون طولها بيساوي 15. طيب انت هنا يا باشمهندس لو جيت سألتك سؤال هقول لك هو هنا يا باشمهندس عمل ايه؟ هنا جاب لك قيمة واحدة. باشمهندس مش انت قايل لي لما يجيب لي قيمة واحدة يبقى انا بشتغل بالدوال عادي؟ ايوه. طيب هو عايز المساحة، طب ما احنا دالة المساحة لسه موجودة، يبقى انا هحسب يا باشمهندس معدل التغير. ماشي، هبدأ اجيب دالة التغير، هنا رقم واحد يا باشمهندس، يبقى دالة العدد زائد اله ناقص دالة مين؟ ناقص دالة العدد اللي هي دالة ال 15، يبقى ده نص، هشيل السين واحط 15 زائد الهاء ولكن تربيع، دالة ال 15 نص في 15 تربيع، كل اللي عامله واخد النص عامل مشترك، فيفضل لك 15 زائد الهاء الكل تربيع ناقص ال 15 تربيع. بعد كده متوسط التغير اللي هو الميم هاء عبارة عن دالة التغير اللي هي النص بره اهو، وده 15 زائد الهاء الكل تربيع ناقص 15 تربيع مقسومة على الهاء. طب انا عايز بقى المعدل، يبقى المعدل نهاية لما الهاء تقترب من الصفر، طب ما تطلع النص ده بره اهو، فيفضل لك هنا 15 زائد الهاء لكل تربيع ناقص ال 15 تربيع على الهاء. كلام جميل جدا. طيب بص بقى معايا، ادي النص اللي بره، وطبعا دي نتيجه نظريه 4، باخد الاس اللي هو 2 في العدد اللي بره اللي هو 15 واقلل الاس 1، فالاثنين هتروح مع الاثنين يبقى 15 بس. يبقى معدل التغير في مساحتها لما يكون طولها 15 هو 15. طيب تعالى بقى يا باشمهندس لمعدل التغير في المحيط، هكتب لك بس دالة المحيط، دالة المحيط مجموعهم واضرب في 2، سين زائد نص سين يعني 1.5 سين اللي هي 3 على 2 سين، اضرب في 2 فتطلع معاك 3 سين،
يبقى اذا المحيط هو 3 س. س ونص س اللي هي 1.5، لما اضربها في 2 3 س. خلاص يبقى انا بالنسبه لي هحسب برضو نفس اللي انا عملته. داله التغير يبقى تاء هاء عباره عن داله العدد، داله 15 زائد الهاء ناقص داله العدد اللي هي 15. يبقى ده هتساوي ادي 3 هشيل السين واحط 15 زائد الهاء ناقص داله ال 15 اللي هي 3 في 15. هنا 3 في 15 ب 45 و3 في هاء ب 3 هاء، 3 في 15 ب 45 دي هتطير مع دي، يعني داله التغير ب 3 هاء. يبقى اذا متوسط التغير عباره عن داله التغير مقسومه على الهاء، فدي هتروح مع دي يعني 3. بعد كده المعدل هو نهايه لما الهاء تقترب من الصفر لمتوسط التغير اللي هو 3، ونهايه الداله الثابته بقيمتها، يبقى اذا النهايه بتساوي 3. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس، الحمد لله. والحمد لله ان شاء الله انا على يقين هتبقى شاطر في الجزئيه دي جدا جدا، ويا ريت الناس اللي استفادت تكتب لي في التعليقات من الطريقه السهله دي. تمام تمام يا باشمهندس. يلا، صفيحه دائريه الشكل، يبقى انا بتكلم على دايره تتمدد بالانتظام بحيث تحفظها بشكلها. عايز معدل التغير في مساحه الصفيحه، وانا عارف ان مساحه الدايره باي نقي تربيعي، يبقى دي الداله اللي انا هشتغل عليها. الى طول نصف قطرها عندما يكون طول النصف قطر 14. طيب الوقت يا باشمهندس هو جايب لي داله واحده ولا دالتين؟ هتقول لي واحده، اقول لك شاطر. يبقى داله التغير رقم واحد ولا رقمين؟ معلش، داله العدد زائد الهاء، يبقى داله 14 زائد هاء ناقص داله العدد اللي هو 14. مظبوط كلامك. عوض في الداله بقى، بص ادي الباي وهشيل النق واحط 14 زائد الهاء ولكن الكل تربيع. داله ال 14 ادي الباي وهشيل النق واحط مكانها 14 تربيع. ممكن اقوم واخد الباي عامل مشترك ويفضل لك 14 زائد الهاء لكل تربيع ناقص ال 14 تربيع. حلو. هو عايز معدل التغير، ماشي. يبقى متوسط التغير اللي هو الميم هاء، ادي الباي اللي بره وادي القوس الجميل وادي 14 زائد الهاء كل تربيع ناقص ال 14 تربيع. ايه الكلام ده؟ على مين؟ على الهاء. طيب بعد كده هو عايز مني ايه يا باشمهندس؟ عايز المعدل. طب المعدل هو نهايه لما الهاء تقترب من الصفر. طب ايه رايك نطلع الباي دي بره؟ اهو باي، ويفضل لك هنا 14 زائد الهاء الكل تربيع ناقص 14 تربيع. ايه الكلام ده؟ على الهاء. حلو جدا. الباي قال لك عوض عليها ب 22 على 7 ابن حلال، ودي نتيجه نظريه 4. باخد الاس اللي هو 2 في العدد اللي بره 14 واطرح من الاس 1، يبقى 1 هنا على 7 فقال 1 على 7 فقال 2. 2 في 2 ب 4 في 22 ب 88. مبروك عليك. خلاص احنا بنحل بالفهم يا جماعه، مش بنحل بالحفظ، فخلي بالك من الجزئيه دي. بسم الله. سقط حجر في بركه ماء فتكونت موجه دائريه تزداد بانتظام بحيث تظل محتفظه بشكلها الدائري. عايز متوسط التغير في مساحه الموجه، ما هي الموجه دي دايره، وانا عارف ان مساحه الدائره عباره عن باي نق تربيع بالنسبه لطول نصف قطرها عندما تغير طول نصف القطر من 6 الى 6 و3. دي سهله. متوسط التغير هيساوي داله الثاني اللي هو داله 6 و3 ناقص داله الاول اللي هو داله ال 6 على طرحهم 6 و3 ناقص ال 6. داله ال 6 و3 هعوض هنا، يبقى دي باي في 6 و3 من 10 تربيع، ما انا بشيل النق واحط 6 و3 ناقص داله ال 6 اللي هي باي مضروبه في 6 تربيع. 6 و3 ناقص 6 اللي هي 3 من 10. طبعا هتحسب دي كده يا باشمهندس بدلاله الباي بقى برقم، مفيش ادنى مشكله، كله صح يعني. تمام. ممكن نسيب الباي، فهتكتب 6 و3 لكل تربيع ناقص 6 تربيع، بتكتبها من غير الباي يا باشمهندس. الكلام ده على 3 من 10، فيطلع معايا 12 و3 من 10 باي. طب لو عاوزها بدلاله الباي اضرب في 22 اقسم على 7 فيطلع لك بالرقم ده 38 و65 ايا كان يعني. يبقى ده اول واحده، تمام؟ موجوده في الاجابات. 12 و3 باي، مظبوط كلامك. طيب بعد كده بيقول لك معدل التغير في مساحتها بالنسبه لطول نصف قطرها عندما يكون طول النصف قطر 5. هنا جايب لي رقم 1، تمام. يبقى داله التغير اللي هي التاء هتساوي داله العدد زائد الهاء، يبقى داله 5 زائد هاء ناقص داله العدد اللي هو داله 5. مظبوط كلامك. يبقى تساوي ادي الباي اهي، هشيل النقطه واحط 5 زائد الهاء لكل تربيع ناقص داله الخمسه اللي هي باي في 5 تربيع. زي ما اتفقت معاك هاخد الباي عامل مشترك ويفضل لي من هنا 5 زائد الهاء لكل تربيع ناقص ال 5 تربيع اهو. طيب بعد كده متوسط التغير نفس الداله بالظبط، بس بقسم على مين؟ بقسم على الهاء. بعد كده النهايه لما الهاء تقترب من الصفر، ايه رايك نطلع الباي بره؟ اهي وادي 5 زائد هاء الكل تربيع ناقص 5 تربيع على الهاء. ادي الباي بنت الحلال اللي بره، وهنا نتيجه نظريه 4 اللي هو الاس اللي هو 2 في العدد اللي بره 5 وقلل من الاس 1، 2 في 5 يبقى 10 باي. شكرا يا باشمهندس. بس والله الدنيا سهله خالص،
والدرس سهل وبسيط معاك جدا بأمر الله. تمام، خلصنا دي. بسم الله، احنا كان معانا كام؟ 26 ما شاء الله. طيب، مكعب من المعدن يتمدد بانتظام بحيث يصل محتفظا بشكل، عايز متوسط التغير في مساحته الكليه. طيب المكعب ده يا باشمهندس، المساحه الكليه هي مساحه الجوانب كلها، وهم 6 جوانب وكل جانب مربع، يعني المساحه عباره عن 6 سنتر بيع، ده لو طول ضلعه 6 طول ضلع س. تمام، يبقى المساحه الكليه للمكعب عباره عن 6 س تربيع. بالنسبه لطول حرف عندما تغير من 2 الى 2 1 سهله بقى، يبقى متوسط التغير داله الثاني اللي هو داله 2 1 من 10 تربيع، داله 2 1 من 10 بس، ناقص داله الاول اللي هو داله 2 على طرحهم 2 1 ناقص ال 2، يبقى دي 6 في، اشيل السين واحط 2 1 من 10 تربيع، ناقص داله ال 2 اللي هي 6 في ال 2 تربيع، على 2 1 ناقص ال 2 اللي هي 1 من 10. بس هنحسب دي كده، بسم الله، 6 في 2 1 من 10 تربيع ناقص 6 في ال 2 تربيع، طلعت برقم ده اقسم على 1 من 10 طلعت معايا يا باشمهندس 24 و6 من 10. تعالى نتاكد منها بس قبل ما نكمل، 24 و6 من 10 مظبوط يا باشمهندس. طيب معدل التغير في مساحه الكليه بالنسبه لطول حرف عندما يكون طول الحرف 3. طيب هنا هي جاب لي رقم 1، تمام، يبقى داله التغير عباره عن داله العدد زائد الهاء، يبقى داله 3 زائد هاء ناقص داله العدد اللي هي 3، مظبوط كلامك، يبقى دي 6، شيل السين وحط 3 زائد الهاء لكل تربيع، هو 6 س تربيع، ناقص داله ال 3 اللي هي 6 في ال 3 تربيع، زي ما اتفقت معاك، خد ال 6 اعمل مشترك وافتح قوس، فافضل لك 3 زائد الهاء لكل تربيع ناقص 3 تربيع، حلو. بعد كده هحسب متوسط التغير، متوسط التغير نفس الدالة بالظبط اللي هي دالة التغير مقسومة على الكام؟ مقسومة على الهاء. طيب المعدل يبقى نهاية لما الهاء تقترب من الصفر، طلع الستة دي بره النهاية، ويفضل لك هنا 3 زائد الهاء لكل تربيع ناقص 3 تربيع على الهاء. دي نظرية 4، طيب الستة بنت الحلال اللي بره، في الأس هنا اللي هو 2، بنزل الأس والعدد اللي بره اللي هو 3، وبقلل الأس 1، تمام، يبقى 2 في 3 في 6، 6 في 6 بكام؟ ب 36 يا باشمهندس، 36 اللي هو معدل التغير مظبوط. طيب بعد كده معدل التغير في حجم المكعب، لا خلي بالك، الحجم طول الضلع تكعيب، يعني هيبقى الدالة بتاعت اللي هعوض فيها س تكعيب، مهم جدا تعرف الدالة. وهنا طول الحرف 4 يعني رقم 1، تمام، يبقى دالة التغير اللي هو تاء هاء. دالة العدد زائد الهاء، يبقى دالة 4 زائد هاء، ناقص دالة العدد اللي هو دالة الأربعة، حلو جدا. طيب، السين تكعيب يبقى 4 زائد الهاء الكل تكعيب، ناقص 4 تكعيب، يبقى متوسط التغير، نفس الدالة اللي هي 4 زائد الهاء الكل تكعيب، ناقص 4 تكعيب على الهاء، حلو جدا. بعد كده المعدل يبقى هو نهاية لما الهاء تقترب من الصفر، 4 زائد الهاء الكل تكعيب، ناقص 4 تكعيب على الهاء. يبقى النتيجة هي دي نتيجة النظرية 4، الأس اللي هو 3 في العدد اللي هو بره 4 وقلل من الأس 1، يبقى 4 أس 2، 4 أس 2 ب 16 في 3 بكام؟ ب 48. بس يا باشا خلاص؟ إن شاء الله أسهل درس وأسهل فرع بأمر الله التفاضل، بس تابع معايا كده وحصص الشرح فهمها كويس جدا، اللي هضيفها لك في قائمة التشغيل تلاقي الدنيا سهلة بأمر الله. 21 بيقول لك فقاعة من الصابون كروية الشكل، خلي بالك كروية مش دايرة، احنا بنتكلم على كرة. فافكرك بقوانين الكرة، ان مساحة السطح او المساحة السطحية 4 باي ناقص تربيع، والحجم بتاعها هو 4 على 3 باي ناقص تكعيب، فده الحجم وده المساحة. احسب متوسط التغير في مساحة سطحها الكروي، يبقى هي دي الدالة اللي انا هشتغل عليها، 4 باي ناقص تربيع. بالنسبة لطول نصف قطرها عندما تغير طول نصف قطرها من نص الى 6 من 10. طيب هو علما بان مساحة عاتق المساحة، ماشي. طالما جايب لي قيمتين فالمتوسط هنا سهل، يبقى متوسط التغير دالة التاني اللي هو دالة 6 من 10 ناقص دالة الأول اللي هو 5 من 10 على طرحهم 6 من 10 ناقص 5 من 10، يبقى دي هتساوي 4 في باي في نق اللي هي بالنسبة لي 6 من 10 تربيع ناقص دالة ال 5 من 10 اللي هي 4 في باي في ال 5 من 10 تربيع، 6 من 10 ناقص 5 من 10 يعني 1 من 10، خلاص؟ ماشي. ممكن نسيب الباي مالكش انت دعوه بيها، يبقى ده 4 في 6 من 10 تربيع ناقص 4 في 5 من 10 تربيع اقسم على 1 من 10 يعني 4 و 4 من 10، وانا كنت شلت الباي في جنب ورجعها تاني، يبقى 4 و 4 من 10 باي، وهي دي الاجابه بتاعتي. 22 اذا كانت الكميه ص مقيسه
أو مقاسة بالكيلوغرام التي تنتجها شجرة البرتقال متوسطة الإنتاج، يتوقف على عدد الكيلوغرامات س من المبيد الحشري المستخدم لرش الشجرة طبقا للعلاقة دي. عايز متوسط التغير الفصاد بالنسبة لس عندما تتغير س من 1 إلى 2. سهلة، أنت عايز متوسط التغير يبقى متوسط التغير بيساوي دالة التاني اللي هو دالة الاتنين ناقص دالة الأول اللي هو دالة الواحد على طرحهم اللي هو 2 ناقص 1. بكل بساطة دالة الاتنين يبقى دي 100 ناقص 42 على س زائد 1 يعني 2 زائد 1 اللي هي 3. دي كده أول واحدة ناقص دالة الواحد يبقى دي 100 ناقص 42 على 1 زائد 1 اللي هو كام؟ اللي هو 2. الكلام ده على 2 ناقص 1 اللي هو 1. طيب 42 على 3 فيها ال 14، 100 ناقص 14 86 ناقص دي فيها ال 21، 100 ناقص 21 اللي هي بالنسبة لي كام؟ اللي هي بالنسبة لي يا باشمهندس 100 ناقص، لا ثواني، لا 100 ناقص 21 اللي هي بالنسبة لي 79. 86 ناقص 79 يبقى موجب 7. بس كده، والله بس كده الفكرة، بس تعويض. انت فاهم الدنيا هتعمل فيها ايه؟ خلاص الموضوع سهل جدا، ادي رقم 22 مفيش فيها ادنى مشكلة. 23 اذا كانت المسافة التي يقطعها جسم متحرك في خط مستقيم خلال فترة زمنية تعطى بالعلاقة فيها بتساوي نون تربيع زائد 3 نون زائد 2 حيث فيها مقيسة بالمتر. عايز متوسط التغير في المسافة بالنسبة للزمن عندما تتغير نون من 2 الى 4. من 2 الى 4 يبقى متوسط التغير بيساوي دالة التاني اللي هو دالة ال 4 ناقص دالة الاول دالة الاتنين على طرحهم. طيب دالة الأربعة هتبقى 4 تربيع زائد 3 في 4 زائد 2. مش مهندس أنا بشيل كله نون وأحط 4، يبقى 4 تربيع زائد 3 في نون يعني 3 في 4 ناقص دالة الاتنين اللي هي عبارة عن 2 تربيع زائد 3 في 2 ب6 زائد الاتنين. خلاص الكلام ده على 4 ناقص 2 اللي هو 2. ماشي، 4 تربيع ب16، 3 في 4 ب12، 16 و12 28 زائد 2 30 ناقص 2 تربيع ب4 و6 10 و2 12. الكلام ده على الاتنين، 30 ناقص 12 18 على الاتنين فات 9. متوسط التغير بيساوي 9. عايز معدل التغير في المسافة بالنسبة للزمن عندما نون بتساوي 5. هنا جايب لي قيمة واحدة فقط يا باشمهندس، واحنا اتفقنا لما يجيب لي قيمة واحدة يبقى دالة التغير هي دالة العدد، يعني دالة 5 زائد الهاء ناقص دالة العدد اللي هي دالة الخمس. طيب دالة 5 زائد هاء اللي هي النون يبقى 5 زائد الهاء لكل تربيع زائد 3 نون يعني 3 في 5 زائد الهاء موجب 2 ناقص دالة الخمس، في 5 تربيع ب25 زائد 3 في 5 ب15 زائد 2. حلو، هنا الأول تربيع ب25، 2 في الأول في الثاني 10، الأخير تربيع به تربيع، 3 في 5 ب15، 3 في هاء ب3 هاء، وده موجب 2. وليه السالب هيخش عليهم يبقى سالب 25 سالب 15 سالب 2، عشان أقوم مطير دي مع دي بدل ما أجمعهم، ودي مع دي ودي مع دي. خلاص يبقى انا وصلت كده ان دالة التغير عبارة عن ه تربيع 10 ه و3 ه موجب 13 ه، وبس كده يا باشمهندس. خلاص دي مين؟ دالة التغير. طيب هجيب متوسط التغير، هاخد من هنا ال ه هعمل مشترك فيفضل لك ه زائد 13 مقسوم على ه، فده هتطير مع دي يبقى متوسط التغير ه زائد 13. طب المعدل نهاية لما ال ه تقترب من الصفر ل ه زائد 13، حط ال ه بصفر يبقى بالنسبة لي بتساوي 13، يبقى الإجابة فعلا بتساوي 13، كلامنا مظبوط جدا جدا يا باشمهندس. خلاص كلام جميل جدا. إذا كان نمو أحد المجتمعات يتبع العلاقة دي حيث نون مقيسة بالأيام، إيه الأيام دي؟ إحنا رجعنا لطه حسين ولا إيه؟ متوسط تغير النمو بالنسبة للزمن عندما تتغير نون من نون واحد إلى نون واحد زائد الهاء. طيب دالة التغير بتساوي دالة التاني اللي هو دالة نون واحد زائد الهاء ناقص دالة الأول اللي هو دالة النون واحد، يبقى دي 6 اهي، هشيل النون واحط نون واحد زائد الهاء ولكن الكل تربيع زائد الرقم الكبير ده اللي هو 50,000 اللي هو ما عادش كبير في زماننا يعني، ناقص دالة النون واحد ادي 6، هشيل النون واحط نون واحد تربيع طبعا زائد برضو الرقم الصغير ده في زماننا. ماشي ماشي، سيب الستة الأول تربيع يبقى نون واحد تربيع، 2 في الأول في الثاني 2 نون واحد هي، الأخير تربيع به تربيع زائد الرقم ده، السالب هيخش هنا يبقى سالب 6 نون واحد تربيع، والسالب هيخش على الرقم يبقى سالب 50,000. خلاص الموجب 50,000 مع السالب 50,000 طبعا دي هتتضرب في القوس، يبقى دي 6 نون واحد تربيع زائد 12 نون واحد هي زائد 6 هي تربيع، وهنا سالب 6 نون تربيع، فدي هتقوم راحة مع دي
فيفضل لك ايه بقى؟ ممكن ناخد الهاء عامل مشترك، فيفضل لك 12 نون واحد زائد 6 هاء، تمام؟ ده كده دالة التغير. يبقى متوسط التغير عبارة عن دالة التغير مقسوم على مين؟ على الهاء. فده هتروح مع دي، يعني 12 نون واحد زائد 6 ايه زائد 6 هاء. يبقى بالنسبة لي ان الاجابة هي 12 نون واحد زائد 6 هاء. طيب دي اول واحدة، 6 هاء زائد 12 نون واحد، مظبوط. متوسط تغير النمو بالنسبة للزمن خلال فترة زمنية طولها 6 ايام. طيب هو قال لك الوقت يا باشمهندس ان النون دي بالنسبة لي 3، بس هو قال لك اعتبارا من اليوم الثالث. طيب عايز اترجم القصة دي. هو الوقت بيقول لك خلال فترة زمنية طولها 6 ايام، يعني انا بالنسبة لي كده يا باشمهندس انا عرفت ان الزمن ب 6 ايام، تمام؟ فالزمن ده اللي هو الهاء واللي هو النون؟ لا يا باشمهندس، هنا بالنسبة لي الهاء. خلاص؟ تمام. اعتبارا من بداية من اليوم الثالث. طيب ركز كده معايا، هترجمها لك بالعربي. اما يقول لك خلال فترة 6 ايام اعتبارا من اليوم الثالث، يعني انا بالنسبة لي النون ما بين الاثنين والثمانية. ليه؟ لان اليوم الثالث هيبتدي يا باشمهندس عند الثلاثة، يبقى انا بالنسبة لي ما بين اهو، ما بين النون بتساوي 2 والنون بتساوي 8. وهو يا باشمهندس اعتبر من اليوم الثالث، يعني اليوم الثاني خلص عند الاثنين، يبقى من عند الاثنين لحد الثمانية 6 ايام، 3 4 5 6 7 8. ده هتقول لي 7، ما انا مش هعد الثمانية يا باشمهندس لان هي بعدها 6 ايام. وصلت؟ تمام. لان 8 ناقص 2 كام؟ 6. يبقى التغير هنا اللي هو الهاء هيساوي الثاني ناقص الاول، 8 ناقص 2 6. ويبقى بالنسبه لي ان النون بتساوي كام؟ النون بتساوي الاثنين. وصلت؟ لان النون دي يا باشمهندس اللي هي البدايه بتاعتي. دي مهمه جدا جدا. طب انا عرفت الهاء وعرفت النون، اعوض هنا. يبقى دي 12 في نون اللي هي 2 زائد 6 هاء، يعني 6 في 6 بكام؟ ب 36. 12 في 2 ب 24، 24 و36 يبقى 60. يبقى الاجابه بتاعتي بتساوي 60، مظبوط كلامك. خلي بالك ده سؤال جميل. طيب بيقول لك بعد كده متوسط تغير النمو بالنسبة للزمن خلال اليوم السابع. هو عايز يا باشمهندس خلال اليوم السابع، فده معناه ان النون ما بين الستة والسبعة، صح كده؟ كلامك مظبوط. يبقى اذا اله 7 ناقص 6 اللي هي 1، حلو جدا. طب النون يا باشمهندس، ما احنا قلنا بنقول ناخد النون الاولانية، يبقى نون بتساوي 6. هعوض هنا برضو، يبقى 12 في نون يعني 12 في 6 زائد 6 هاء يعني 6 في 1. 12 في 6 ب 72 زائد 6 يبقى 78. يبقى بالنسبه لي 78، مظبوط كلامك. يبقى انت فهمت كلمه خلال دي، لان خلال دي بتلخبط الناس كتير. ماشي. اخر واحده بيقول لك معدل التغير، معدل تغير النمو اللحظي بالنسبه للزمن عندما نون بتساوي 4. طيب هعوض هنا، هجيب متوسط التغير الاول اهو، هكتبها لك هنا، ادي متوسط التغير. النون ب 4 يبقى 12 في 4 ب 48 زائد ال 6 هاء. طب ما انا عارف ان المعدل هو نهايه لما الهاء تقترب من الصفر لمتوسط التغير اللي هو 48 زائد 6 هاء. الهاء بتقترب من الصفر فده هتروح، يبقى الاجابه 48، وهي دي كده اجابتي. 25 بيقول لك صفيحه رقيقه على شكل مثلث متساوي الاضلاع تتمدد بانتظام بحيث تظل محتفظه في شكلها. عايز متوسط التغير في مساحه الصفيحه بالنسبه لطول ضلعها عندما يتغير طول الضلع من 3.5 الى 4.5. طيب الوقت هو بيتكلم في مساحة الصفيحة. طب ما أنا عارف إن مساحة المثلث المتساوي الأضلاع عبارة عن جذر 3 على الأربعة س تربيع. خلاص؟ ده قانون يا باشمهندس وأنت درسته في أولى ثانوي. تمام. بالنسبة لطول ضلعها عندما يتغير من 3.5 إلى 4.5 فدي سهل. يبقى متوسط التغير اللي هو الميم هاء بيساوي دالة التاني اللي هو دالة 3.5 ناقص دالة الأول اللي هو دالة التاني 4.5 ناقص دالة الأول اللي هو 3.5 على طرحهم اللي هو 4.5 ناقص 3.5. يبقى دالة ال 4.5 هي جذر 3 على 4 في 4.5 تربيع ناقص دالة ال 3.5 اللي هي جذر 3 على 4 في 3.5 تربيع. الكلام ده على 4.5 ناقص 3.5 اللي هي بالنسبة لي 1. خلاص؟ فأنا هحسب كده البسط، أدي جذر 3 على ال 4 مضروبة في 4.5 تربيع ناقص، لا ثواني إيه؟ ناقص. هنا برضه جذر 3 على الأربعة مضروبة في 3.5 تربيع. فطلع معايا 2 جذر 3. يبقى ده متوسط التغير، مظبوط كلامك يا باشمهندس. خلاص؟ طب أنا مش عارف هتعمل إيه؟ للأسف هتضطر تعمل هندسة الشكل، بس هي سهلة يعني. مثلث متساوي الأضلاع فسمى طول الأضلاع كلها سي. طب ما أنا عارف يا باشمهندس إن الارتفاع بيبقى عمود على القاعدة ونصفها، يبقى بالنسبة لي ده نص سي. لما تلاقي ده نص سين يا باشمهندس يعني بالنسبه لي طول الضلع المقابل للزاويه 30، يبقى الزاويه دي 30 نص الوتر، يبقى دي نص سين نص دي، ودي 60.
طول الضلع المقابل للزاوية 60 نص الوتر جذر 3. فنص الوتر يعني النص، في جذر 3 يبقى جذر 3 على 2 س. طب ما انا عارف ان المساحة نص في القاعدة اللي هي نص س، في الارتفاع اللي هو جذر 3 على 2، صح؟ نص القاعدة اللي هي نص س في جذر 3. طيب انا بالنسبة لي احنا عملنا ايه غلط؟ نص القاعدة، نص القاعدة يا باشمهندس اللي هي نص س بس، او نص في س يعني، يبقى نص في جذر 3 على 2 جذر 3 على 4 س، بس هي دي المساحة. بس بدل ما تقعد تثبتها، انت عارف القانون بجذر 3 على 4 ده اثباتها يعني، س تربيع طبعا لان دي جذر 3 على 2 س. خلاص انت فهمت هي جت منين؟ الارتفاع بجذر 3 على 2 س، نص القاعدة كلها، القاعدة كلها س، يبقى نص س في جذر 3 على 2 س اللي هي جذر 3 على 4 س تربيع. طيب معدل التغير في مساحة الصفيحة بالنسبة لطول الضلع عندما يكون ارتفاعها 3 جذر 3. طيب ركز كده معايا عشان هو هنا عاطي لك قيمة. الوقت لما يكون الارتفاع 3 جذر 3، يبقى انا بالنسبة لي ان جذر 3 على 2 س اللي هو ارتفاعها، الحمد لله اللي احنا رسمناه اصلا، المفروض هيساوي 3 جذر 3. حلو جدا، فالجذر 3 اقوم رايح مع الجذر 3، فيفضل لك انه نص س بيساوي كام؟ بيساوي 3. اضرب هنا في 2 وهنا في 2، يعني هيبقى الس بتساوي 3 في 2 ب 6. احنا هنبعد عن التغير خالص، يبقى انا عرفت ان س ب 6 يعني طول ضلعها 6. طيب الوقت يا باشمهندس انا عرفت ان س ب 6. طيب الوقت دي تعتبر مين؟ السين واحد. تمام جدا، يبقى انا ممكن يا باشمهندس اروح بقى اعمل ايه؟ اجيب الداله بتاعتي. اجيب الداله ازاي يا باشمهندس؟ ما انا عارف بقى ان داله المساحه اهي، يعني تاء هاء هتساوي، انا عرفت ان السين ب 6، يبقى دي داله الاول، يعني داله 6 زائد الهاء ناقص داله العدد اللي هو 6. طبعا في قانون المساحه يبقى دي جذر 3 على 4 مضروبه في 6 زائد الهاء الكل تربيع ناقص جذر 3 على 4 في 6 تربيع تعويض. هتقوم واخد الجذر 3 على 4 زي الشاطر عامل مشترك، فيفضل لك 6 زائد الهاء الكل تربيع ناقص 6 تربيع. طيب يبقى بالنسبه لي ان متوسط التغير هيساوي نفس الداله اهي مقسومه مين؟ على الهاء. طب بعد كده بقى المعدل، يبقى نهايه لما الهاء تقترب من الصفر طلع الجذر 3 على 4 بره واعمل دي 6 زائد الهاء الكل تربيع ناقص 6 تربيع على الهاء. رجع الجذر 3 على 4 زي المحترم، وهنا دي النتيجه النظريه 4 الاس اللي هو 2 في العدد اللي بره هو 6 وقلل منه 1. مظبوط كلامك. طيب بالنسبه لي هنا على ال 2 فيها ال 1 على ال 2 فيها ال 2. حلو؟ يبقى دي جذر 3 في 6 على 2، ما على 2 فيها ال 1 على 2 فيها ال 3، يعني 3 جذر 3. يبقى انا بالنسبه لي ان الاجابه بتاعتي 3 جذر 3. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. بس هي دي الفكره كلها، وهي دي بكل بساطه الدنيا بتاعتي. ماشي. 26 والاخير بيقول لك اذا كانت الدال حيث دال س، طبعا دي داله مجزاه المجال مفيش مشكله خالص. بيقول لك متوسط تغير الداله عندما تتغير س من 1 الى 2. هي الفكره كلها انت تعوض في انهي شرط؟ والله يا باشمهندس من 1 الى 2. يبقى انا عايز الاقل اهو الشرط ده. ليه الشرط ده؟ لان الشرط ده فيه الاقل من الاثنين واللي بيساوي 2، فلما اعوض من 1 ل 2 اعوض في الشرط ده، يعني كان الداله بتاعتي هي 2 س تربيع ناقص 3. طب انا عايز متوسط التغير، يبقى متوسط التغير هيساوي داله الثاني اللي هو داله الاثنين ناقص داله الاول اللي هو داله الواحد. الكلام ده على طرحهم اللي هو 2 ناقص 1، داله الاثنين ادي الاثنين، شيل السين وحط 2 يبقى 2 تربيع، وما تنساش ان هي ناقص 3 ناقص داله الواحد، يعني 2 في 1 تربيع ناقص 3 على 2 ناقص 1 اللي هي 1. 2 تربيع ب 4 في 2 ب 8 ناقص 3 5 ناقص 2 في 1 تربيع، يعني 2 ناقص 3 سالب 1 وقبلها سالب يبقى موجب 1 على 1. 5 زائد 1 6 على 1 فيها 6، بس الاجابه 6. طيب متوسط تغير الداله عندما تتغير س من 4 ل 4.5، هي ال 4 وال 4.5 مش موجوده في الشرط ده اللي هو س اكبر من 2، يعني الداله بتاعتي هي 2 س زائد 1. يبقى بالنسبه لي ان متوسط التغير هيساوي داله الثاني اللي هو داله ال 4.5 ناقص داله الاول اللي هو داله ال 4. الكلام ده على طرحهم اللي هو 4.5 ناقص ال 4، يبقى ال 2 في ال 4.5 زائد ال 1 ناقص داله ال 4 اللي هي 2 في 4 زائد ال 1. الكلام ده على 4.5 ناقص 4 اللي هي النص، 2 في 4.5 ب 9 زائد 1 10، 2 في 4 ب 8 زائد 1 9. الكلام ده على النص، يبقى 10 ناقص 9 اللي هي 1 على النص، 1 على النص مقام المقام بسط يبقى 2، يبقى الاجابه 2. يبقى فكره السؤال هنا بس ان انت بتشوف الشرط اللي انت تعوض فيه. خلاص كده يا باشمهندس، يبقى الحمد لله خلصنا تمارين الاسئله المقاليه بالكامل. اسئله جميله جدا فيها افكار حلوه زي السؤال ده، وخصوصا الجزئيتين دول.
وفكرة الدالة المجزئة المجال انت بنعوض. فكرة المثلث ما جاتليناش خالص يا باشمهندس في الاختياري، فدول اجزاء مهمة. طبعا المكعب والكرة ما جاتش، فانت برضو اتمرن عليهم يا باشمهندس. كده احنا خلصنا تمارين الدرس الاول في التفاضل بالكامل اللي هو معدل التغير سواء اختار او مقالي. الحمد لله، ان شاء الله الحصة الجاية هنبتدي بفرع حساب المثلثات. هنمشي كده بالترتيب بأمر الله، كده احنا خدنا جبر، خدنا تفاضل، المرة الجاية حساب. مش هنمشي بالترتيب يعني دايما لأن الجبر كده كده بيبقى طويل، فالمرة الجاية بأمر الله يا باشمهندس هناخد الدرس الأول في فرع حساب المثلثات زوايا الارتفاع والانخفاض وهنخلصه، ونخش بقى على الوحش بتاعنا اللي هو أول درس في الديناميكا، الحركة في خط مستقيم. الديناميكا عندك السنة دي 3 دروس يا باشمهندس، 3 ايه ده 4، انت مش عارف حاجة؟ اقول لك لا، الدرس الرابع مالكش دعوة بيه، يعني درس كده تعويض في قوانين قانون جذب عام وهيصة ملهاش اي لازمة. فانت كل شغلك في الديناميكا السنة دي 3 دروس يا باشمهندس. خلاص تمام يا باشمهندس، كده وصلنا لاخر حصة النهاردة. اتمنى ان اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو استفدت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.